احنا مانيوال اليوم ان حمد شاء الله عندنا المعيد اجتماع لمكتب الوزارية، اللجنه باش نعملوا مانيوال دو بروسيدور، يعني دليل دليل تمشي تمشي ولا اجراءات اللي باش يسكر الباب على كل محاوله على الخروج على المهمه هذه. احنا الهدف بتاعنا مش باش نمشيو، احنا مانيش لوسيات باش نمشيو نبربشوا في لا، احنا الهدف انه المعطيات الماليه والمتعلقه بالمشاريع وتنفيذ المشاريع نحبوا نشوفوا هل تتم بشفافيه، هل تتم وفق ما تم الاتفاق عليه في مشروع الميزانيه، الميزانيه الجديده الابواب نتاعها كيفاش موزعه وعلاش موزعه بالطريقه هذه على المشاريع هذه، هذا هو الهدف. ولكن ما عدا ذلك انه فما اليه اخرى في المجلس اللي اسمها لجان التحقيق واللي هي تنجم تقوم بالوضع هذايا، وانا نحب ناكد على انه الهدف مش انه واحد يمشي بور معناتها لوسي، مش هذا الهدف بالكل. الإذاعة الوطنية التونسية.